السلام عليكم البنات، اداني لاباس مزيانين. السلام عليكم الاولاد، اداني لاباس مزيانين. اليوم جيتكم فيديو جديد، وشكرا بزاف للابوني ديالكم اللي دخلوا القناه ديالي. مرحبا بيه القديم والجديد. واليوم بغيت نوريكم واحد الفيديو صغيور والمهم لجميع الناس اللي يستافدوا منه. دروك نقول لكم شنو غادي ندير في هذا الفيديو. ونتمنى تبارطاجيو الفيديوهات ديالي للعائله والحباب، ونتمنى نكون في حسن الظن ديالكم. ودروك بغيت نوريكم الطاجين اللي كيكون عندنا جديد كيفاش نديرو باش نقدروا نطيبوا فيه اول مره. عندنا دروك حنا هاد الطاجين بحال البنات بحال هكا، فيه هاد الحديده كتكون من التحت، ما غاديش نحتاجو حديده. دروك البنات كنجيبوه في الاول، كيكون عاد جديد ملي كنديرو فيه الماكله ولا كتعطي واحد هذا ضروري خصنا ندير له شي حاجه باش نقدروا نطيبوا فيه تجينا الماكله زوينه. انا فضلت غادي نوريكم هاد الاخر كتجي غزاله. المهم ما تجيش كاع داك المذاق ديال التراب، هذاك المذاق وكيطول وما يتشق ما والو، كيبقى معكم واحد المده طويله. غادي نوريكم شنو غادي ندير له. عندي هنايا الشحمه ديال الكلوه على هذا الشكل هكا، راني دايرها هنا في الثلاجه في الكونجيلاتور. وعندي هنا الملحه، وعندي هنا البصله محكوكه، وعندي الزيت هنايا، دير زيت الزيتون ولا اي زيت نتوما اللي بغيتو، نتوما ليكم الاختيار. ولكن تفضلوا البنات زيت الزيتون، علاش؟ حيت تقدروا ديروا هاد الوصفه هاد المجموعه هكا لهاد الاخر باش تخليوه يكبر معاكم ويبقى معاكم واحد المده طويله، وما تبقاش داك النسمه ديال الاخر ملي كنطيبوا فيه كتبقى واحد النسمه في الريحه. هذه اول مره ما غاديش تجيكم كاع داك النسمه. وجدودنا شحال هذه، والدينا كانوا كيديروا زيت داك الطخ ديال الزيت هو اللي كانوا كيزيتو فيه. درك انا ما وجدنيش، غادي نوريكم هذه راه موجوده في اي دار. المهم هذا الشيء اللي غادي نوريكم. درك ننتقلوا نوريكم كيفاش غادي نديروا. لا عندي الشحمه بحال هكا، غادي نحكها بحال هكا البنات هانتوما كتشوفوا. غادي نلبسها كامله لهاد الطاجين هكا هكا البنات، محكوته شنايت من هنايا هكا، نخليوه نحكو هكا مزيان، نحكولو كامل هاد الشحمة البنات هكا هانتوما كتشوفو. غادي يبقى معاكم ويصبر معاكم واحد المهم حتى تميوه والله إلا كنحكو كامل مزيان هاد لاخر هاد الشنايف والهنايا ديالو مزيان هكا. غادي نديرو حتى المقا البنات هنايا حتى هادي راه ملي كنغطيو بيها هانتوما، نحكو هكا الشحمة هكا. واجي نضرب في هاد البرد راسي حيين الماكلة، كيجي زوينين كيخلي الماكلة سخونة. غادي نحكو هكا البنات الاخر ديالنا هكا مزيان المغطى هانتوما كتشوفو. ونوصيكم البنات إلا كانت هاد القبة هادي ديالو هنايا مبلعة تحاولو تحلوها بشي قطيب ولا، وتحكو هنا المهم مزيان هانتوما حكيتو مزيان بالشحمة. وغادي شنو غادي ندير، غادي نخلي هاد الشحمة هكا فيه هكا. غادي ندير هاد البصلة هنايا هكا، وغادي ندير هاد الملحة هانتوما الملحة مهم أنا هنايا عندي شي جوج معالق كبار هكا. وغادي ندير البنات زيت، أنا عندي زيت الزيتون هكا، وخا تكون قديمة ولا معليهاش ديروها هكا تخليوه هكا مزيان البنات تاع الشنايف. غادي نديرلو البنات أنا هكا نلبسو مزيان هاد الشي هكا، ونخليها البنات يبات الغدا. وغادي نكمل معاكم كيفاش غادي نديرلو. غادي نقدر هنا ندير حتى المقطع هكا هكا، نلبسها مزيان هاد البصلة هاد الزيت هكا غير شوية هكا هانتوما كتشوفو. غادي ندور هكا كامل هادي هانتوما باش متبقالناش هاديك الحرشية في المقطع، هي كان طربوها مزيان هكا هانتوما. هاني طغرت هكا المقطع كامل البنات هانتوما كتشوفو. وهنايا عند الشنايف نقدرو نديرو حتى بيدينا معليش هكا هانتوما هكا. نخليوه البنات يحكولو مزيان هاد الشي هكا، ونخلط هاد البصلة مع الزيت مع ديك الشحمة هكا، ونديرو عود من هنا ونغطيوه البنات هكا، ونخليوه يبات هكا حتى
هلا غدا وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها، تابعوا معانا. البنات غادي نشوفوا الطاجين ديالنا، انا خليته بات، غادي نشوفوا كي ولا هانتوما كتشوفوا. ها هو شوفوا هذا المقطع هكا، راني مدهونه وهنايا راني دايره فيه البصله معكم وشويه ديال الشحمه والملحه والزيت، وغادي درته فوق البوطه، غادي نتبع حتى يدي الحماوي ويدي يسخن لي، وغادي نوريكم هانتوما حتى هذا المقطع غادي منين يسخن غادي نبداو بهذه الشحمه وهذه البصله، غادي ترجع له على هاد الحروشيه، وغادي تشوفوا كي غادي يولي، وتبعوا معايا حتى يدي يسخن. هنا غادي نشوفوا الطاجين ديالنا، هو بدا كيغلي هانتوما كتشوفوا، هيا داك المقطع شوفوا دابت هنايا ديك الشحمه ديالها، ها هو وديك البصله وهذا، ودخلت في هذيك الطين كان عاد جديد هانتوما كتشوفوا. ومنين يبدا يطيب هكا غادي نبقاو البنات نديرو هكا هاد القوام، نعليو هكا على الشنايف، شوفوا هنايا هكا باش كاع يوصلو هاد القوام، وهاديك البصله وداك الزيت وداك الشحمه والملحه، شوفوا هكا. ونخليو البنات هنا واحد 5 دقائق هكا حتى تحرق هاد البصله وتشرب مزيان هاد الطاجين ديالنا، يشرب هاد القوام باش يصح معاكم ويبقى واحد مده طويله وما تبقاش هذيك الريحه ديال الطين جديده فيه. ودوك تابعوا معايا حتى تحرق هاد البصله شويه ونوريكم، غادي نحيدها من ونوريكم كيفاش غادي نديرها. دوك البنات ها هو شوفوا دابا ها هو شرب هذيك اليد مزيان وداك الشحمه هانتوما كتشوفوا، هيا القطايه شوفوا حتى هي شوف كيف صحات كي ولات. دابا غادي نطفيو عليها البنات ونخليوه حتى يبرد، يبرد مزيان عاد نغسلوه بالماء هذاك الساعه ونغسلوه بالماء مزيان. صافي البنات ويمكننا نطيبو فيه، وهانتوما عرفتي كتشوفوا. وهذا ما كان البنات، وشكرا لكم على التتبع ديالكم وعلى الابوني ديالكم على لايك ديالكم، وشكرا لكم. وهذا ما كان البنات عرفتي. صافي غادي نحيدو دابا فوق البوطه ونخليه يبرد مزيان البنات، خليوه حتى يبرد داك الساعه وغسلوه وصافي. وبسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف، السلام عليكم البنات.